في ظل التطورات المتسارعة لفيروس كوفيد 19 وسلالاته الجديدة وارتفاع معدل الإصابات ودخول المرضى إلى المستشفيات في البلاد، شهدت مراكز التطعيم تحركا عاجلا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث تم الانتهاء من تطعيم كافة مستحقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا والبدء بتطعيم الحوامل والمرضعات. تقريبا 30 مركز صحي يستقبل تطعيم كوفيد 19. تم الانتهاء من الجرعة الثانية لأوكسفورد، وحاليا بدينا في الجرعة الأولى اللي تستهدف العمالة المنزلية وفئات أخرى، وأيضا المنصة بدأت تفتح حق المرضعات والحوامل عشان يتلقون، واستقبلناهم اللي طبعا الراغبين في التطعيم تم إعطائهم الموعد. على غرار مراكز التطعيم الثابتة، انطلقت المرحلة الرابعة من حملة الوحدات الميدانية المتنقلة التي تستهدف الفئات التي تقدم خدمات استهلاكية والعاملين في شركات الوقود والحراسة والأمن وغيرها من الشرائح. جميع المطاعم اللي ما تم تطعيمها داخل المولات راح نتواصل معاهم ونطعم المطاعم، الشركات اللي تقدم خدمات استهلاكية، شركات الوقود المنتشرة في جميع مناطق الكويت راح نطعم العاملين في شركات الوقود، وأيضا راح نستهدف شركات الحراسة والأمن. المرحلة الرابعة من حملة الوحدات الميدانية المتنقلة بدأت بتطعيم كافة العاملين في شركة النقل العام الكويتية باعتبار هذه الفئات أكثر احتكاكا وتعاملا مع الجمهور. مشكورين وزارة الصحة تعاونوا معنا، تقريبا احنا في صدد تطعيم ما يقارب 2000 سائق، ونشكر جهودهم وتعاونهم معنا، وإن شاء الله الحملة تتم بنجاح. كما تم تفعيل منصة التطعيم الإلكترونية لتسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 12 و15 عام تمهيدا لتطعيمهم خلال الأيام المقبلة. يسابقون الزمن لاحتواء الأزمة، يسابقون الزمن لكسر حلقة انتقال العدوى، هذا ما جسدته سياسة التحصين والتمنيع في البلاد للوصول إلى مرحلة التعافي بأسرع وقت ممكن. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.